ليه عليا كل ده؟ الموضوع مش مستاهل. وبعدين انت فين كل ده وسايباني؟ سامحني انا فرحت، انت عارف انت مين؟ انت يا عليا، انت كل اللي تقدر وصلت فرحك يا عليا. ما انت طلعت عليا من في عيوني. وبعدين انت بتتكلم على واحد زي ده، تضرب ماما وهرب ماما، انت ما دخلتش هو يا فرحة. بص يا يوسف، الراجل اللي بره ده لازم تجيبه حالا. حبيبي يا حبيبي، فكرني مبسوط انه موجود في حياتي. لو انت بتكرهيه مره انا بكرهه عندي 50 مره. غير ان وصلتك كانت جت فيه وخلصتني. دلوقتي قول لهم بره ما يجيش هنا تاني. ما ينفعش يعني، هقول له بس مش هينفع دلوقتي.